السلام عليكم. معانا مشكلة جديدة لما تم شرحها في فيديو صيانة الكريكت من الألف إلى الياء، وهي إن أنت لما بتحب تعبي البندقية إذا كانت على الصفر بيحصل تسريب للهواء حتى لو فتحت دراع التعمير. هنشوف دلوقتي عملية. دلوقتي انا معشق البندقية، فمش فارق ان انت معشق او مش معشق، معشق بيطلع الهواء من هنا، قفلت بيطلع الهواء من السبطان. فدي نفس مشكلة الولفرين اللي كنا مصورينها اخر مرة، والناس ما صدقوش ان دراع التعمير مش هيفرق. يعني في حاجات التعشيق فيها ما بيفرقش، بتكون المشكلة داخلية مش خارجية. هنشوف دلوقتي حلها ايه ونرجع تاني. محتاجين ان احنا نفك الخزان، لان المشكلة بتكون هنا في صمام الاطلاق. صمام الاطلاق اللي هو صمام الاطلاق بيكون في الجزء الخلفي من الخزان هنا. نفك على الخزان حاجة بسيطة بس. هنفك المسمار ده والمسمار اللي بعده. شد الخزان على فوق الجزء ده، هتفكه عن طريق مفك أو بالقلم كده. ده البلف اللي فيه مشكلة. نفك الجزء ده. وبعدها الصمام. البندقية دي فيها مشكلة غير الصمام كمان. الجزء ده ضيق على الصمام، يعني ممكن الصمام ده يكون سليم مفيهوش مشكلة، لكن الجزء ده النحاسي ده هو اللي ضيق، فمبيخليش الصمام يتحرك حركته الطبيعية. ففي الحالة دي هنبقى محتاجين ان احنا نبرد الفتحة دي شوية بحيث ان توسع على قد الصمام. نستعمل موضوع بالطريقة دي.
كده بقى كويس مفيهوش مشاكل. الخزان دلوقتي كده بدأ يعبي. واتحلت المشكلة والحمد لله. فهو مش كل حاجة فتح دراع. فتح الدراع يعني غالبا بينفع بنسبة 95%، لكن 5% اللي باقية بتكون مشكلة في البندقية من الداخل، زي مشكلة الولفرين اللي كانت في المقطع اللي قبل ده على طول. فحتى في البندقية دي مشكلة ما كانتش في صمام الإطلاق، صمام الإطلاق سليم، لكن الجزء الداخلي اللي بيمر بيه صمام الإطلاق هو اللي كان ضيق على الصمام، فما ما كانش بيخليه يعني يقدر يتحرك رايح جاي بسهولة، كان بيتحشر يعني. ففي الحالة دي بنوسع المكان بتاعه شوية بالمبرد، حاجات بسيطة جدا وبيمشي الحال، الأمور كلها بسيطة والمشاكل بسيطة جدا يعني. دلوقتي داخل الشحنة على 200 بار، بعد كده هنقفل البندقية بشكل طبيعي وخلاص الحمد لله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.